حبيبتي زينة، تاني وليت عند كلينيك تجميل، كلينيك اللي كما قلت لكم جاية في عين الملحة. أشاك فوا يجيبوا تكنيك جديد، يجيبوا ماشين جديدة نحب نبارطاجيها معكم. اليوم حبيت نهضر لكم على هاد لا ماشين، لا نوفيل تكنيك بوغ اللي راكم تشوفوا هنايا. هذا السكانر يسكاني لكم شعركم، فروة الرأس، يشوف المشاكل اللي تعاني منها. فيها تاني ستيميلاسيون إلكتريك اللي تنشط وتحيي كما يقولك حاجة ميتة تحييها، مليحة للشعر ولابو. بزاف بزاف قوية، هذه تقنية جديدة ومليحة المرة الجاية إن شاء الله كي نديرها في شعري نبارطاجيها معكم بإذن الله. شوفوا كيفاش تخدم. يجي فيها نشط لكم الدوره الدمويه ديالكم، سورتو لازم ديروا سوان كابيلير ولا ديروا شي حاجه، هذا يخلي هذاك لو برودوي اللي درتوه الفيلر ولا بوتوكس ولا بروتين ولا كيراتين ولا اي حاجه يخليه يدخل داخل الراس ديالكم، داخل فروه الراس ديالكم، ينشط لكم الدوره الدمويه تاعكم. باسكو كاين اللي عندهم الانيمي ولا ما تلحقهمش تنقص لهم الدوره الدمويه في الراس، بدا دير لهم لا شوت، هذا كيساعدهم. وكاين ثاني هديه تاع المساج ثاني بزاف هايله سيتها اليوم، شحال هايله فار. انا بالك لا سيمان بروش ان شاء الله نديرو، راني نبارطاجي كلش معكم. ويجي تاني في هدايا، هدايا اللي يعطينا الاكسجين بلس ليكيد اللي نديروه تاع لا نوتريسيون ولا الميزو ولا هذا يجي في لافان. وكاين تاني هديه تاع اللازر، هديه واش دير، هذه تجي في لافان تقتل، تجي في لافان تقتل لكم لي بكتيريا ولي شامبينيون اللي يكونوا عندنا في فروه الراس تاعنا اللي ما نقدروش حنا نشوفوها، وهذيك اللي تسبب لنا مشاكل باش يكون عندنا تساقط الشعر ولا القشره ولا لي بروبليم وواحد اخرين. انا دوك معليا غير نبارطاجي معاكم تشوفوا الكلينيك تاعهم ابي بري كيفاش عامله. سي دي بروفيسيونيل، سيرفيس تاعهم كاع ميديكال، لي بري تاعهم غراف ريزونابل وقدم بزاف. وزيد تاني كاين بزاف منا كلينيك تاع ليستيتيك فتحوا في الجزائر، هما اللي قراوهم وتعلموا عندهم، مام لي برودوي تاعهم انا نضمن لكم فيهم. انا دوكا راني برسك عام وانا معاهم، واحد المهم راني قريبه نغلق العام ديالي معاهم، وما نقدرش نروح عند ناس واحد اخرين ابار هما. فوالا اشاك فوا نروح ليهم راني نبارطاجي معاكم لي سيرفيس لي ديروهم ويتهلاو فيكم دو ما بار بيان سور.